الحمد لله الحمد لله. منطقة أم زميز بلدية 10 الجماعات اللي ما سجلات حتى شي حالة، الحمد لله زيرو حالة لحد الآن. حبه دولة وأنهم خلوهم يخدموا مثلا مع احترام التباعد الاجتماعي وسط المقاهي والمطاعم، والناس يكونوا واعيين بالخطر ديال الفيروس ويخليهم يخدموا على حسب المسافة ويفتحوا كاملين في أم زميز، ونتمنوا خير إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا أم زميز الآن على الاستضافة. الموضوع ديالنا اللي بغينا نتحدثوا عليه هو التداعيات ديال ازمه كورونا، ولا التداعيات من بعد الحجر الصحي، خصوصا على القطاع ديال المطاعم والمقاهي. جوج ولا مجال اللي توظف شغيلة كبيره ومتضرر هو بزاف من هذه الازمه ديال كورونا، خصوصا بمنطقه ام زميز. منطقه ام زميز اللي منطقه بلديه ام زميز اللي فيها 10 الجماعات، وكاينين مقاهي وكاينين مطاعم اللي باقي محتاجه أم زميز المنطقه، باقي محتاجه البنيه التحتيه في هذا الخصوص، ولكن نتمنوا خير. بخصوص الناس اصحاب المقاهي واصحاب المطاعم ضارين بزاف، ولكن بحكم ان الجائحه عالميه وهذه ما على الكل الا الصبر، ويحاول بنادم يرجع الامكانيات ديالو بشويه بشويه على حسب التعليمات والقرارات ديال وزاره الداخليه. بخصوص المطالب والناس الجمعيات وارباب المقاهي اللي كاينين في الباج فيسبوك والمطالب ديالهم كثيره، ما نقدروش ندويو على داك الموضوع على أم زميز، حيت حتى اصحاب المقاهي والمطاعم اللي تيدوه هما مطاعم كبيره ومقاهي اللي الارباح ديالهم تتعدى الملايين في الشهور ولا في النهار، كاينين المقاهي اللي تعدى في النهار. بخصوص المقهى ديالي انا اللي كاينه في أم زميز، وليا الشرف انني تكون عندي مقهى في أم زميز. حنا يلاه بدينا، جات الأزمة، هذا مكتوب الله، ما عندنا ما نديرو، تضررنا، ولكن ما كاينش، ما عندكش حل، جائحه عالميه. وبخصوص التوقف ديال هاد الخدمات، راه تيضر خدمات اخرى بطريقه غير مباشره، منها المعامل ديال المقاهي، الممونين، المزودين، الموزعين، يعني هادو الناس اللي تظهروا ما باينينش في الواجهه، تتبان لك في الواجهه غير المطعم والمقاهي. وبالنسبه للمقاهي والمطاعم راه عندهم تراكمات في هاد الشهور، عندهم مصاريف كثيره تجمعات، سواء من الكراء، سواء من المصاريف ديال الماء والضوء، الانترنت، البين سبور، المواد الاوليه اللي تخدموا بها المطاعم اللي اغلبهم تكون خسرات ولا تلفات مع الوقت، كاينين مواد اللي ما تتفوتش 48 ساعه حتى تستهلك. وتنشكروا حتى الناس اللي ساعدوا، ناس اخرين اللي سامحوا في الكراء اللي صبر عليه حتى من بعد الحجر. ولكن في اخر المطاف راه الناس كل واحد خصو ياخذ حقه الا سمح لك. واللي غنبغي نلخص به كلامي هو الله يفرجها علينا، والله يرفع علينا الوباء وترجع الحياه كما هي، وشويه الصبر. واللي تنطالب حتى من الناس اللي مسؤولين غير يفتحوا حوار جاد ويكون مواكبه الناس من بعد الازمه ان شاء الله. ومن هذا المنبر ديال أم زميز الان اللي تنبغي نشكره، تنتمنى ان شاء الله الخير والمزيد من التطور وازدهار لأم زميز. شكرا أم زميز الان.